كارثة عالمية حذر منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء تداعيات الأزمة المثارة حول كوريا الشمالية في حالة عدم تسوية الخلافات دبلوماسيا. بوتين أكد في الوقت ذاته رفض بلاده فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، معتبرا أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن تكون لها جدوى. أما بيونغ يانغ فاتهمت الإدارة الأمريكية بأنها المسؤولة عن افتعال هذه الأزمة من الأساس. الولايات المتحدة هي الجاني الرئيسي الذي يشكل تهديدا نوويا ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. الولايات المتحدة هي أول دولة تطور أسلحة نووية، وهي مجرمة نووية تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة، وتهدد وتطلق ضربة وقائية نووية ضد الدول التي تقف ضدها، وذلك من خلال نشر أسلحة نووية في عدة مناطق في العالم. البيت الأبيض من جانبه قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على مبدأ شراء كوريا الجنوبية أسلحة ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات، بينما قالت سول إن اتفاقا تم التوصل إليه مع واشنطن لإلغاء القيود على وزن الرؤوس الحربية لصواريخها، بما يمكن أن يشكل ردا على التهديد النووي والصاروخي الذي تمثله كوريا الشمالية بعد إجرائها سادس تجاربها النووية.